كان بتاع الكلب جاي بيفطر. تمام. فهو الكلب وهو ماشي من هنا فضل قاعد جنب العربيه. هي الكلاب دي متخصصه في خاص بمتفجرات، في خاص بمخدرات كده يعني، فاهمني؟ فشك فيها، شبه فيها، فجاب ناس من عند المتحف ليها. لهم طول الامن اللي في المتحف. اه. جابوا كلب تاني. شمعهم واشتبهوا في الحته دي. هو الكلاب كلها كانت هنا وبتوعهم. هما كانوا كلبين ولا كلب واحد؟ ثلاث كلاب. ثلاث كلاب؟ بعد كده جابوا الكلب الثالث، بعد كده جاب فرقة متخصصة للحمد لله. بعد كده قفلوا بقى الشارع وعملوا زيطة و... بس الحكاية دي كانت امتى؟ من ساعة تقريبا. في النهاية هو مفيش حاجة. العربية كانت فين؟ هي العربية كانت مكانها فين؟ زي ما هي. حد من الداخلية جه؟ اه، المباحث بتاعت المتحف كلها في الاستيفا، ظباط، الدنيا خفت. لما العربية فتحناها اتفتحت وبصينا جواها ما لقوش حاجة، فما لقوش ان الموضوع مستاهل. هنا عندنا تعليمات من القسم فوق. اسم ايه؟ قسم عصر النيل. اه. ان اي عربية غريبة تشتري فيها ما توقفهاش. الناس يعني كل ارقام العربات اللي واقفة دي معانا مبلغين بيها القسم فوق. طبعا العربية بتشوف حاجة غريبة استحالة توقفها. هل تم عثور على اي حاجة قبل كده من طرف؟ هنا لا، هنا لا، عشان احنا ما بنوقفش حد غريب. الاسم مبلغنا اي حد معاه شنطه كنا جنب سور يعملها كده، انت المسؤول، ان انت لو ما بلغتش تبقى انت المسؤول بيها. يعني بيحملك المسؤوليه معاه بالظبط. معاه طبعا. ما هو انا بالنسبه له، ما هو انا بالنسبه له عينه اللي في الشارع. هي انا عشان العربيه موجوده هنا بقالها يوم، طبعا لازم نبلغ عليها. انت احد السكان هنا او احد؟ لا، انا شغال هنا في المشروع ده. بتشتغل هنا؟ من اي حاجه غريبه بتيجي مثلا موجوده بتقعد يوم او بتطول معنا على صح، بنبلغ عليها على طول. ما ينفعش نسيبها كده. العربيه دي غريبه وما نعرفهاش واول مره نشوفها هنا، فبلغنا عنها. احنا في ده الشرطه والجيش، وبرضه ضباط جيش جات وياهم هنا، كان في ضابط جيش يعني، ما كانوش خايفين وجم على طول ولبوا المطالب كلها يعني، ما وقفوا الشارع من هنا ومن هنا وخايفين على الناس، وهم اللي كانوا جنب العربيه وهم اللي بيبعدوا الناس من العربيه ومش خايفين يعني صراحه. يعني احنا بنشكر الشرطه والله.